الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم متابعي مملكة القصص على بيسان وأنس الشايب ومايا على آخر مقطع نزلوا واللي كانوا يتفقوا يا بيسان. لو دخلوا حاليا على آخر مقطع نزلته ونزل بيها التعليق راح تشوفون إنه كل التعليق مقلوبة بالإنجليزي واللي مكتوب عليه جيش مملكة القصص واللي يردون يجمدون المشاهدة على المقطع. وطبعا بنفس الوقت يردون على مايا جمال وتحرض متابعيها علي بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفون شنو الصاير أو شنو السبب. ومايا جمال بالبداية صارت تكتب كومنتات للأشخاص اللي يعلقون عندي من أساس أنا أخذ فلوس من محمد الجواني على مود الأخبار. وطبعا بعدها نزلت هذا المقطع وكشفت به هواي حقائق ودلائل كشفت به حقيقة مايا جمال. بعدها مايا طلعت بتلث ردود علي بالنسبة لأول رد صراحة ما أدري إذا سمي رد وإنما مجرد دلائل ثبتت كلامي بهذا المقطع 100%. فبهذا المقطع أنا ذكرت شغلة واللي هي إنه سامي شايب هو داخل على قناة مايا وصاير مالك ويقدر ينزل مقاطع بالقناة ويقدر يحذف مقاطع بالقناة. ومايا علقت لي هذا التعليق واللي كانت واضح من خلاله صارت تقول إنه هذه الصورة أنت جايبها من محمد جواني وجايبها من داخل قناتي فهي ثبتت إنه الكلام حقيقي وإنه سامي شايب داخل على قناته وينزل مقاطع ويقدر يحذف قناة اللي هو أخوان أنس الشايب. وطبعا من السوق صارت تسب علي كالعادة كيوتيوبر يسبون علي وأنا ما أسبهم وأما أطلع أرد عليهم بالفضايح. أما بالنسبة الثانية رد فمايا جمال طلعت على حسابها بالإنستغرام ونزلت شوية ستوريات صارت تصاطف بها وتتبشت بها وتجيب سيرة الأردن ومدري شنو لدرجة إن هي حست نفسها إنه سوت شيء غلط فمسحت هذه الستوريات وبعدها طلعت ببث مباشر أيضا نفس الشيء سوت بي شيء غريب وقتها حلفت بي على القرآن إنه أساس هي كل كلام تقوله صح وصارت تتحدى محمد جوان إنه يحلف على القرآن إنه هو مسوالها شيء. من قبل ما هي تحلف على القرآن فأنا أتحداها إنه يتحلف على القرآن إنه أني قدامها أو أي شيء صاير إنه أنا ما أخذ من محمد جواني أي فلس قدامها أو على مود خبر أو على مود أي شيء أتحداها تحلف على القرآن رغم إنه أساسا أكو شيء غريب واللي هو أساسا مايا مسيحية مثل ما شايفين هنا لابسه الصليب وهي طلع اكثر من مره بالستوريات تكون لازم الانجيل بايدها وممكن توضحي لي بالصفه شنو حلفت القران. نرجع بالنسبه لكشف الحقائق ونرجع على موضوع النفاق اعطيكم هذه اللقطه من بث مباشر مالتها شوفوا هذه اللقطه شنو كانت تقول بها وركزوا كلامها زين. مملكه القصص انتوا بتنزلوا عني قبل ساعه بتنزلوا كلام وبتكتبوا فيه وبتحكوا فيه فضيحة مايا. للملاحظة ترى بالعنوان مالتي مكان بيه فضيحة مايا الجمال ولكن قسما بالله راح تنزل فضايح مستحيل تشوفون مثلها اذا مايا مقررة تطلع وتعتذر لي على تشويه بالسمعة اللي حاولت تسوي لي اياه وطبعا تحريض متابعيها علي ولا فضيحة هاي وفضيحة هاي يا خي بتقدروا تحطوا اي اشي وترفعوا حالكم مشاهدات بدون ما تحطوا فضيحه لبنت. اوكي طبعا استعداد احلف على القران الكريم انه فضيحه انس الشايب اللي وصلتني انه هو جاي كاول وحده اللي حطت لكم الفيديو مالته بمقطع كان وصلني من جروب مايا جمال وهي سربتها بالجروب وعن طريق حسابها الرسمي فممكن توضحي لي من هو الشخص اللي يريد يفضح بالضبط؟ طبعا بالنسبه لمحمد جواني فمحمد جواني نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وهذا المقطع على من خلاله انه راح ينزل مقطع باكر وراح يشوف به الحقيقه بالكامل وراح يرد به على الكل وراح يرد به على مايا وراح يرد به على انس وبيسان راح احط لكم هذه اللقطه تشوفوها وتفهمون اكثر. جدا يعني الصراحة ما بعرف ليش هذا الفيديو انعمل مين وراء القصة هي فجأة ستوريات ناس تانية وعم تدعم هذا الفيديو وكله عم يحكي وكله عم يستعطف كله ودراما ومدري شو مشان هيك يا جماعة حبايب القلب بكرة رح ينزل توضيح كامل على هذا الموضوع توضيح كامل كيف بلشت القصة وكيف صارت وشو السبب وليش هذا الشيء. أما بالنسبة لمايا جمال فنزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات أعلن من خلالها عن حذف كل الستوريات وقررت تنسحب من هذه المعركة. هل تتوقعون يا حبايب إنه هي خايفة أو لا؟ راح أحطكم هذه الستوريات تشوفوها. يعطيكم العافية حبايبي. طبعا حبايبي زي ما انتم شفتوا انا حذفت الستوري كامل مش خوفا من حدا اختصارا للمشاكل ما بدي مشاكل مع اي شخص. بالنسبة لي مسامحة كل حدا غلط في حقي كل حدا اجي فيي وانا طلعت حلفت على القرآن واظن انه شفتوا باللايف. انا راح اختصر المشاكل وبعد هذا الستوري ما راح انزل ولا اي رد على حدا. حتى لو نزلوا فيديوهات على اليوتيوب غير اليوتيوب ما راح ارد ولا على حدا لانه انا ما راح اضيع حياتي كلها المشاكل. فراح اختصر الجميع والحمد لله على كل شيء وحسبي الله ونعم الوكيل اذا انا كنت غلطانه ولا غيري كان غلطان. بس انا الحمد لله حكيت كل شيء صار معي وما خبيت عليكم ولا اي شيء ولا اي شيء. الستوري وصل عندي 100,000 فما بدي ال 100,000 يشوفوا عندي بس مشاكل في مشاكل لانه عن جد الناس اللي فيها بكفيها. وشكرا لكل حدا وقف معي. اما بالنسبة لعمار فعمار نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وهذا المقطع كان واقف ضد الكل ولكن بالتحديد مايا جمال وبنفس الوقت صار يضحك بيه انس الشايب انه هو نصاب وشلون نصاب على العالم. راح احط لكم رابط المقطع بالوصف اريدكم توصلوا 30,000 مشترك على مود تشجعوا ويكمل بالسلسلة الرهيبة. وصلنا نهاية المقطع من المقطع عجبكم بس حطوا لايك اشتركوا بالقناة عشان اكون فايز زي ما قلت من مملكة القصص وبس مع السلامة.